هذا الوضع بالعراق في لبنان ليس يكون ينزل على لا حول ولا قوة إلا بالله. على مرأى ومسمع من الحكومة يقلبون أكوام النفايات بحثاً عن قوتهم اليومي في مناطق الطمر المنتشرة في غالبية مدن العراق ضمن عمل يومي شاق جداً يجبرون على تأديته بسبب أوضاعهم الاجتماعية السيئة ويعرضهم لمخاطر صحية كبيرة قد تهدد حياتهم. على الرغم من العائدات المالية المتحققة من تصدير النفط تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن نسبة 25% من المواطنين تعيش تحت خط الفقر، وهي أرقام لطالما شكك بها مراقبون مؤكدين أن نسب الفقر تفوق الأرقام الرسمية حيث تصل إلى نحو 40%. آفات كثيرة ألمت بالبلاد ساهمت في ارتفاع نسب الفقر والبطالة، منها العامل الأمني بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وتردي الوضع الاقتصادي وضعف التوعية والاهتمام الحكومي، ما زاد من نسبة الأميين في البلاد والذين وصل عددهم إلى 12 مليون أمي، ما يعني أن ربع سكان العراق أميون. إحصاءات جديدة لصندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة يونيسيف زادت الطين بلة، تفيد بأن 23% من الأطفال العراقيين الذين يقدر عددهم بنحو 3 ملايين يعيشون في فقر مدقع ضمن دخل يقل عن دولارين يوميا. عايش تكرم في السفالة القوط قوطية نصرفونا 500,000 هالقاسم الله ناخذين مخبرات لهن عايشين حالنا حال الكلب في لك الله خالي. في مقابل هذا المشهد فإن الحكومات التي نصبها الاحتلال تحاول التغطية على تقصيرها من خلال ما توزعه من فتات سرقاتها عبر ما يعرف بنظام الرعاية الاجتماعية الذي لا يسد أدنى الاحتياجات لتغطية متطلبات أسرة واحدة لبضعة أيام، وهو لا يغطي بأحسن الظروف معظم العراقيين وفي مقدمتهم الباحثون عن قوت يومهم في مكبات النفايات في ظل المحسوبيات والفساد الذي يشوب ملف الإعانة الاجتماعية وحرمان الفقراء منها. وما يزيد مشهد الفساد الحكومي تعقيدا انتهاء حال معاملات المتقدمين على الرعاية الاجتماعية في مكبات النفايات، ليشهد الفقراء والكسبة بأنفسهم على حجم الظلم الذي يتعرضون له في بلد الميزانيات الانفجارية. 5000 ياخذ سجل الله ما يسجل. لا والله ما يسجل. والله حتى عيب عليهم والله.